أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. قبيح، وأقبح، وأقبح من الأقبح، ومنتهى القبح. الظلم قبيح، الأقبح منه هو الظلم الذي يكون فقط بسبب انتماء الشخص إلى عائلة أو إلى فئة أو إلى عقيدة. هذا الظلم الذي يسمى الطائفية. الطائفية ظلم فقط بسبب انتماء شخص لطائفة، هذا هو الأقبح. الأقبح من هذا الأقبح هو أن يكون الظلم يقع على شخص له مكان عند الله سبحانه وتعالى، وأما منتهى القبح هو الظلم والطائفية التي مورست ضد علي وفاطمة ومن ارتبط بهما وما ارتبط بهما، هذا منتهى القبح. ظلم وطائفية ومورس بحق من لهم مكان عند الله، ومورس بحق أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. كلنا نعلم أن
أمير المؤمنين والصديق الكبرى صلوات الله عليهما وآلهما، ومن ارتبط بهما وما ارتبط بهما تعرضوا لحروب وحروب، حروب بشتى الأسلحة، حرب بالأسلحة المادية السيف والرمح وأمثالهم، حرب بسلاح الدين، حرب بسلاح السلطة، حرب بسلاح الوجاهة الاجتماعية، حرب بسلاح المال، وحروب. قبل أسابيع تعرضنا لأصل الحروب أو بعض أنواع وأصناف الحروب التي مورست ضد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إحدى تلك الحروب التي مورست بشكل سيء جدا، حرب من دون حدود، حرب شعواء، حرب خرجت من كل الأطر الدينية والإنسانية، هي الحرب الإعلامية. إعلاميا أمير المؤمنين الصديق الكبرى ومن ارتبط بهما وما ارتبط بهما حوربوا. النماذج عشرات لا مئات لا أكثر. نأخذ كنماذج سريعة فقط وفقط فيما ورد في صحاح العام، ناهيك عن بقية الجوانب الإعلامية. أولا، أعداء أمير المؤمنين، أعداء الصديق الكبرى في مصادر العامة وعند العامة لا يعتبرون مجرمين أبدا. شخص يعادي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يروى عنه في صحاحهم رواية واحدة توجد في صحاحهم عن أعداء أمير المؤمنين؟ لا، بالعشرات قطعا، أظن أنها بالمئات ليست بالعشرات، مئات من الأحاديث فقط وفقط في الصحاح، في غيرها أكثر. لا، خذ إليك الصحاح فقط، فقط في الصحاح عشرات بل مئات من الأحاديث رووها عن أشخاص هم يقرون قد ثبت عندهم أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعادون أمير المؤمنين. أعداء أمير المؤمنين ليسوا مجرمين أصلا عندهم. لو كانت رواية روايتين ثلاث كنا نقول لعله بالخطأ وردت، لا لا لا، بالعشرات، إن لم أقل بالمئات بل هي بالمئات. فلان ناصبي يروون عنه 20 رواية في الصحاح، فلان خرج على أمير المؤمنين يروون عنه 15 حديثا، فلان
كان يشتم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في اليوم 70 مرة، يروون عنه لعله عشرات الروايات فقط هذا الشخص. فلان كان إذا دخل المسجد لا يخرج إلا بعد أن يشتم عليا 70 مرة، يروون عنه روايات في صحيحين. العداء لأمير المؤمنين لا يعد عندهم جريمة أصلا، شيء عادي. ثانيا، قاتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عمر بن سعد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعلكم تصدمون إذا سمعتم أنه توجد روايات فيما يسمى بصحاحهم عن عمر بن سعد. يوجد شخص من البشر، لا أقول فقط من المسلمين، من عامة البشر مسلمين وغير مسلمين، يعتبر عمر بن سعد إنسانا حسنا؟ يوجد شخص واحد على وجه الكرة الأرضية كلها عمر بن سعد يروون عنه روايات؟ هذا بالنسبة إلى قاتل الإمام الحسين. أما بالنسبة إلى قتلة الصديق الكبرى فيجلونهم، يعظمونهم أيما تعظيم، مئات من الروايات يروونها عنهم. ذاك أصلا شيء آخر أصلا. قاتلوا الإمام الحسين عادي، قتلت الصديق الكبرى عادي، حاشا لله أن أقيس بأهل البيت أحد، حاشا لله أن أقيس بسيد الشهداء والصديق الكبرى أحد، لا نقيس أنبياء الله والمرسلين بهم، ولكن أقول لاحظوا المفارقة العجيبة، لاحظوا الحرب الشعواء القبيحة. عندما أقول منتهى القبح، آخر درجة من القبح، أليس كذلك؟ ثالثا، فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فضائل ما يرتبط بأمير المؤمنين، فضائل من يرتبط بأمير المؤمنين، بشتى الطرق يحاولون إنكارها. نفس تلك الأمور، أعظم من تلك الأمور، يقبلونها بالنسبة إلى الآخرين. بالنسبة إلى الآخرين يعني بالنسبة إلى عامة الصحابة، ها، لا بالنسبة إلى شخصيات عظيمة عندهم، لا لا لا، فلان صحابي، يقبلون أكثر من هذا يقبلون. القضية تصل إلى أمير المؤمنين، تصل إلى من يرتبط بأمير المؤمنين، شيعة علي مثلا، تصل إلى ما يرتبط بأمير المؤمنين، الأيام المرتبطة بأمير المؤمنين، لا ينكرون. ليس فقط إنكار، إنكار بعصبية، إنكار بشدة، إنكار بانفعال، بتحسس. قبل فترة نقلت لكم الرواية الصحيحة عندهم أن صيام يوم الغدير يعادل كذا، كيف بعصبية، رواية سندا صحيحة عندهم، يتعاملون بعصبية، لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، عجيب. والأكثر من ذلك يقبلونه بالنسبة لغير الغدير، لا في نفس الرواية، في نفس الرواية، لا في الرواية الثانية التي ذكرت فضل الغدير، فضل صيام الغدير، ذكرت فضل صيام المبعث النبوي الشريف، ما أنكروا ذاك المقطع. الغدير مرتبط بأمير المؤمنين، نفس الرواية،
وذكرت نفس المعنى لأنه ذكرت شيء أقل، نقول هذا الشيء الكثير ما قبلوه. فضائل أمير المؤمنين تنكر بشتى الطرق، رواية صحيحة إن كان شخص في الطريق أمكنهم أن يطعنوا فيه طعنوا. لا، أحيانا لا يوجد شخص، الرواة كلهم ثقات ما عنده طريق، يقول لا هذا ليس صحيح. رابعا، وكم هذا مؤلم، في صحاحهم يروون عن كل من هب ودب، عادي يصلون إلى أحفاد فاطمة، إلى أحفاد أمير المؤمنين. أبد أبد، حظر منع. لعله مرة نقلت لكم هذا الشيء كنموذج البخاري، رواية واحدة في البخاري لا تجدها عن الإمام الباقر، رواية واحدة لا تجدها عن الإمام الصادق، رواية واحدة لا تجدها عن الإمام الصادق، يعني في الطريق على الأقل الإمام الصادق يكون راويا عن فلان عن فلان مثلا. أبد 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 أبد، من الإمام الباقر إلى الإمام العسكري في كل البخاري، البخاري الذي يروي عن حريز الذي كان يشتم عليا، البخاري الذي يروي عن عمران بن حطان الذي مدح قاتل أمير المؤمنين، البخاري اللي روى، البخاري الذي روى رواية واحدة عن الإمام الباقر لا يروي. الإمام الباقر من هو؟ لا أقول عندنا، عندنا هو حجة الله على الخلائق، قلبه وعاء لمشيئة الله عز وجل، لا لا، عندهم. الإمام الباقر من هو؟ من سادة التابعيين، التابعيون لهم، التابعي شخص له مقام كبير جدا عندهم. الإمام الباقر من التابعين، نعم بلا شك، لا يشك أحد في ذلك، من سادتهم. لماذا لا تروي عن الإمام الباقر؟ الإمام الصادق من هو؟ الإمام الصادق لا أقول علماؤهم، أئمتهم مدحوه مدحا ما مدحوا مثله أحدا في عصورهم. أبو حنيفة، ابن أبي ليلى، مالك، الشافعي، غيرهم. الإمام الصادق يوجد شخص في زمانه بعظمته، اسألوا أئمتهم. مالك يقول، إمام المالكية يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق. مالك يقول هذه الكلمة. الإمام الصادق من هو؟ رواية واحدة في البخاري لا توجد عن الإمام الصادق، رواية واحدة عن الإمام الكاظم غير موجودة، رواية واحدة عن الإمام الرضا غير موجودة، رواية واحدة عن الإمام الجواد غير موجودة، رواية واحدة عن الإمام الهادي غير موجودة، رواية واحدة عن الإمام العسكري غير موجودة. هذا الكتاب الذي فيه الرواة أشكال وألوان، هل تمكن أحد أحد أقول من أعداء أهل البيت أن يطعن في وثاقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في عظمة أهل البيت، في علمهم؟ هل تمكن أحد أن يطعن فيه؟ أبدا. خامسا، حتى اسم أمير المؤمنين يحارب، اسمه اسمه في عصور وعصور في بلاد وبلاد، كان الشخص إذا سمي باسم علي يتعرض للأخطار، لأخطار أخطار. كان البعض
وعندما أقول البعض ليس المقصود شيء قليل نسبة قليلة، لا لا، كان البعض يفتخر أنه لا يسمي باسم أمير المؤمنين. كنموذج مما ورد في الصحاح في صحاحهم، القضية المشهورة، عائشة تنقل أن النبي صلى الله عليه وآله خرج متكئاً على رجلين. النبي صلى الله عليه وآله كان مسموماً، دس له السم، في حالة صعبة، خرج متكئاً على الفاضل ابن العباس وعلى رجل. من هو هذا الرجل؟ هو البخاري، هو البخاري نفسه ينقل أن هذا الرجل هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. في موقف مثلا هذا فضل جدا كبير لأمير المؤمنين، لا موقف عادي. أنا هذا الشيء رأيته في بلد من البلاد، صدر أمر من رئاسة الجمهورية في ذلك البلد بالمنع لكل وسائل الإعلام من ذكر اسم مرجع من المراجع الكبار رضوان الله تعالى عليه. ممنوع الجرائد، المجلات، إذاعات، التلفزة، ممنوع أي وسيلة من وسائل الإعلام أن تذكر اسم فلان فقيه. من رئاسة الجمهورية قرار صادر، اسم اسم. هؤلاء ضد مرجع تقليد؟ لا، مورس هذا الشيء ليس ضد مرجع تقليد، ضد خيارة خلق الله عز وجل. اسم أمير المؤمنين يلزم أن لا يذكر اسمه. يعني إبعاد أمير المؤمنين بكل الصور حتى بمقدار ذكر اسمه الشريف، يعني إقصاء كل نهائي اسمه لا تذكره، في حتى في قضية عادية لا في فضائله. فضائله كانت تعرض الشخص للقتل، فضائله ذكر فضائله عرضت بعض علمائهم للقتل. النسائي كيف قتل؟ اقرأوا تاريخه، من علمائهم، من كبار علمائهم، من كبار المحدثين عندهم، ليس شيعيا نهائيا، لا توجد فيه رائحة التشيع. قتلوه لأي ما؟ لأجل ماذا؟ لأجل أنه ذكر فضائل أمير المؤمنين. الشخص كان يتعرض للقتل إذا ذكر فضيلة، لا، الفضيلة اتركها، اسم أمير المؤمنين لا يذكرونه. إقصاء 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 كلي. ونماذج ونماذج، إعلام إعلام، حرب إعلامية بلا حدود، لا بحدود شرعية، الشرع لا يعرفونه أصلا، حتى بلا حدود إنسانية. في يوم عاشوراء الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قال لهم: بما تقاتلونني؟ بما تستحلون دمي؟ ماذا صنعت أنا؟ قالوا بكل صلافة، بكل صراحة، قالوا: نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. الله أكبر. في الرواية الشريفة الإمام سيد الشهداء بكى بصوت عال: بغضا منا لأبيك. أبي صار اعتبرتموه حاشاه حاشاه مجرما حتى أنكم تستحلون دم ابنه
فقط وفقط لأنه ابن أمير المؤمنين. هذه جريمة. ماذا صنع أمير المؤمنين بكم؟ وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين؟ ماذا صنع أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين أنتم قاتلتموه دافع، هذه جريمة؟ في أي عرف هذه جريمة؟ في شرع هذه جريمة؟ لا. في عرف هذه جريمة؟ عند بشر، عند عاقل هذه جريمة. شخص يقاتلك أنت تدافع عن نفسك، هذه جريمة؟ أمير المؤمنين قتل أشياخكم أين؟ في بيوتهم؟ لا، في الحرب. جاءوا يقاتلونه قاتلهم. وأشياخكم من هم؟ أولئك المشركون الذين قتلوا في الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء يوم عاشوراء يقولون نحن من أمة النبي. نفس الكلمة قالها يزيد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، قال لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. ماذا فعل أحمد صلى الله عليه وآله؟ ماذا فعل؟ قتلتموه دافع عن نفسه. وعندما تسلط على أسلافك، على آبائك، أطلق سراحهم، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أحمد صلى الله عليه وآله رسول الله صنع هكذا؟ لا، يزيد يسميه انتقاما، كأن النبي صلى الله عليه وآله حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كأنه ارتكب جريمة. يزيد يريد أن ينتقم. انتقام من ماذا؟ ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قتل أشياخك، قتل آبائك في بيوتهم، هجم على بيوتهم؟ لا، حاربوه دافع عن نفسه لا أكثر. يقول لست من خند فإن لم أنتقم، يسميه انتقاما، يعني ردة فعل، ليس الفعل، الفعل من رسول الله كان. لا يتمكن أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وآله، النبي آنذاك مستشهد، ينتقم من أبنائه. لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل أحمد صلى الله عليه وآله. يسميه انتقاما، انتقام خلص، ردة فعل جدا طبيعي. حرب حرب. كانوا يريدون أن يصنعوا كل ذلك برسول الله، ما تمكنوا في زمن النبي، ما أمكنوا، صنعوا ذلك بعلي وفاطمة وأبنائهما ومن ارتبط بهما وما ارتبط بهما. رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين ثم بكى وقال أنتم المستضعفون بعدي، سيستضعفكم الناس. القضية انتهت في العصور السابقة؟ لا، الجواب واضح، واضح وضوح الشمس. إلى يومنا هذا، هذا الوضع موجود أم لا؟ أين أمير المؤمنين الآن؟ يا أخي خذ قناة فضائية من قنواته، خذ كتابا، خذ مجلة، كم هي حصة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله من إعلامهم؟ أمير المؤمنين، الصديقة الكبرى، الإمام الحسن، الإمام الحسين، هؤلاء الأربعة بإجماع كل المسلمين من أهل بيت النبي، بإجماع كل المسلمين من دون أي خلاف، كم هي حصة أهل بيت النبي في إعلامهم؟ كم رواية يروونها عن أمير المؤمنين؟ كم رواية يروونها عن الإمام الحسن؟ كم قضية يروونها عن قضاياهم؟ كم يهتمون بقضاياهم؟ كم يهتمون بفضائلهم؟
وكم يهتمون بأعداء أمير المؤمنين، بمن قاتل أمير المؤمنين، بمن شتم أمير المؤمنين، كم يهتمون بأولئك. الظلم انتهى؟ سابقا كان ظلم، لا، إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة حرب، حرب، حرب حقيقية. 24 ساعة كلام في الفضائيات، في الإذاعات، كم مرة يذكر اسم أمير المؤمنين، كم مرة يذكر اسم الإمام الحسن، كم مرة يذكر اسم الصديقة الكبرى، وكم مرة يذكر اسم فلان واسم فلانة. يا ليتنا كنا معكم، هذه الكلمة نقولها، ليتنا كنا معكم ندافع عنكم. الآن كيف ندافع عنهم؟ الظلم لا زال، الحرب لا زالت. جواب هذا السؤال إن شاء الله في وقت آخر. يا ليتنا كنا معكم، نقول هذه الكلمة، نريد أن نطبق هذه الكلمة عمليا. أنت أفرض نفسك في زمنهم، في زمنهم مورست حروب ضدهم، الآن أيضا تلك الحروب تمارس ضدهم. نعم، حرب السيف الآن غير موجود ضدهم، لماذا؟ لأنهم استشهدوا، لأن أهل البيت استشهدوا كلهم. نعم، حرب السيف موجود ضد أتباعهم. يا ليتنا كنا معكم، كيف ندافع؟ موضوع يحتاج إلى بسط كلام. ملاحظة أخيرة، هناك حديث شريف سمعتموه، هذا الحديث الشريف من الخطباء الكرام أو مقاطع من الحديث، هو حديث مفصل طبعا، عندي تعليقة فقط، ملاحظة. في أيام ذكرى استشهاد الإمام الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الحديث الشريف، مقطع من الحديث أقرأه ثم تعليقتي. هو الحديث مشهور سمعتمه في الكافي الشريف عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما، قال: لما حضر الحسن بن علي الوفاة، أو لما حضر الحسن بن علي الوفاة، قال للحسين صلوات الله عليه: يا أخي، إني أوصيك بوصية فاحفظها، إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا، ثم صرفني إلى أمي عليها الصلاة والسلام، ثم ردني فدفني بالبقيع، وإلى آخر الحديث. الملاحظة، الإمام ماذا قال؟ قال: وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حياتهم الظاهرية، بعد استشهادهم يجددون العهد برسول الله. ما العهد الذي يجددوه؟ في هذا الحديث الشريف غير مذكور، ولكن إجمالا واضح، إجمالا أو بعض جوانبه، رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ عهدا على أمير المؤمنين، على الصديق الكبرى، على الإمام المجتبى، على الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. وبالنسبة إلى بقية الأئمة، أخذت العهود
من الآباء أن يوصلوا ذلك إلى أبنائهم المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الإمام المجتبى يقول أبا عبد الله أخي خذني إلى رسول الله، أقول يا رسول الله أنا أديت، تحملت المصائب تحملت المصائب، الشيء الذي كان واجبي أديته، هذا العهد الذي أخذته علي جده يا رسول الله أديته أنا، تحملت ما تحملت، صنع بي ما صنع بي، أديت واجبي كما أمر الله سبحانه وتعالى، تجديد عهد لأحدث به عهدا. هو رسول الله يعلم ماذا يحدث، رسول الله حي، رسول الله تعرض أعمال الخلائق عليه حتى بعد استشهاده، آية قرآنية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الآية ما نسخت بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، خاصة بزمن النبي له. هو رسول الله يعلم يعلم، ولكن أنا أريد أن أجدد العهد لعله بالنسبة إلى كلهم هكذا يجددون العهد برسول الله صلى الله عليه وآله بعد استشهادهم بأداء ما كان عليهم وبالظلم الذي وقع عليهم. رسول الله كان يحضر، لكن هذا شيء حتى نحن نعرف. رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية المشهورة عندما رأته أم سلمة يوم عاشوراء، رأته في عالم الرؤيا، رأته حزينا باكيا مغبرا أشعث على شعره على كريمته التراب. رسول الله كان يحضر يعلم، ولكن هذا تجديد عهد. يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها، إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا، ثم صرفني إلى أمي لعله أيضا يوجد شيء من العهود، ثم ردني فادفني بالبقيع. عظم الله أجوركم بمصابكم ومصابنا بسيدنا ومولانا الإمام الحسن بن علي الزكي المجتبى، جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذابين عنهم، من المدافعين عنهم، من الطالبين بثارهم تحت راية وليهم وولدهم الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. الله